أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأحد الموافق 14 مايو 14 أيار 2023. توقعات العشرية الأولى، بما أنك بتتواصل بشكل كويس جدا مع كل الأشخاص اللي حواليك وهتعرف تعرض كل خططك في جو في إثارة، هتعرف تجتذب تابعين متحمسين جدا لي بسرعة، فما ترتبش. بعد كده حاول تتقبل كل المساعدات اللي بيعرضوها عليك، حاول حتى تبقى منفتح تجاه أفكار كتيرة ممكن تعرف تدمجها. الأفكار دي هيبقى فيها خطط خاصة جدا وهتدفعك انك تمشي لقدام يوم عن يوم، بس هتبقى مفعم بالحيوية وهتتمكن من انك تتعامل مع موضوعات مهمة جدا، هتساعدك في انك تفكر بوضوح عشان تنتهي من موضوع عندك بنجاح. حتى حياتك الخاصة هتبقى بتتضح بشكل كبير، الشكوك اللي كانت عندك هتبقى قادر عشان تجتاز صعوبات كتيرة كنت انت بتتحاشاها، بناء عليها يوصلك رد ايجابي على الطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع كل التفاصيل دي. هتبتدي تعيش في فترة فيها توازن بدني وذهني متناغم جدا، مفيش ظهور لأي نوع من أنواع العوائق الخارجية اللي بتبقى في أفقك. على نقيضك النهاردة، في غالبية محيطك ود جدا معاك، خدوم جدا، وحياتك هتبقى بأفضل حال في الفترة دي لكونك هتبقى بتتمتع بحيوية أكتر، بإمكانك تقوم بكل اللي انت حابب تقوم بيه. عشان كده هتتساءل ازاي هيبقى الوضع بالنسبة ليك لو كانت الامور دي عكس كده. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية، هتستفيد لأقصى درجة ممكنة من كل الفرص عشان تدخل في روح جديدة لكل أفكارك وكل خططك. هيبقى في كلام كتير مع أصحابك وزملائك، في تغيير واضح لنظرتك الخارجية للأمور دي، هتبقى مفيدة جدا وهتبقى منفتح جدا على التجارب والأفكار الجديدة اللي بتبقى بتتقدم ليك. لكن ما تنقطش بعيد عن مسارك الأصلي، هتبقى صادق جدا مع نفسك في الفترة الجاية. طاقتك هتبقى بتعدي الأشخاص اللي حواليك، الوقت مناسب عشان تنفذ أفكار جديدة. كل القرارات اللي انت كنت بتأجلها النهاردة هتبقى مهمة جدا بالنسبة ليك، على الرغم من ان طاقتك لازم تتصرف فيها بتسرع، هتبقى على درية كبيرة جدا بعواقب وأفعال لازم تفكر فيها بعناية وبهدوء في الفترة الجاية. في المجمل هتكون بتمر بتجربة فيها فترة فيها استقرار، ممكن تبتدي في أعمال بذهن صافي وصحة كويسة، في نفس الوقت هتبقى بتستمتع بيوم حيوي أكتر. لكن لازم تفكر فيه إن الحاجات مش هتبقى دايما سهلة من غير نهاية، هتشتغل علشان تأمن نفسك ونجاحك عشان تقوي موقفك يوم عن يوم. توقعات العشرية الثالثة، في الوقت اللي انت فيه هيبدو ان طريقك للنجاح مسدود، على الرغم من انك كنت على الطريق السليم، كنت بتحرز تقدم واضح بانك تتبع طريقك السابقة، اما في الفترة دي هتلاقي عقبات كتيرة جدا في طريقك. هتبقى من الضروري تعيد تقييم نفسك وموقفك وتبص لي شوية احتمالات جديدة عندك، هتحاول تغير مدخلك من خلالها لأمور تانية كتير، وهتركز من خلالها على مهمة أساسية عندك عشان تعرف تتقرب أكتر من هدفك يوم عن يوم. مش هتبتدي تتبنى مسؤوليات كتيرة، لازم تبقى مغريات قدامك أكتر، هتركز على أمور مهمة بالنسبة ليك عشان تعرف تعرض نفسك لخطر ممكن تبقى بيضغي عليك الأمور دي. لو قررت تواجه أمور جديدة هتبقى منفتح أكتر، هتطلب مساعدة أشخاص حواليك، هتنجح والنجاح هيبقى مضمون. حتى لو عرفت تركز طاقتك بالطريقة دي ما تشككش في مشكلاتك اللي بتبقى بتخصك، حتى لو وجدت شكوك وظنون مش مؤكدة في حياتك، الوقت النهاردة هيبقى مناسب عشان تطمن نفسك وتتخلص منها. كل ده هيوفر ليك بنية وإطار في شغل أكتر استقرار. في الغالب مش هتتصادم بكتير من العوائق في الوقت ده، هيبتدي يظهر للأشخاص اللي حواليك احترامهم وتقديرهم لكل آرائك نتيجة للأمور اللي بتبقى بتحسمها في المرحلة دي، هتساعدك فيما بعد. ولما تبقى الأمور مش بتمشي بشكل مناسب هتبقى انت بحاجة انك تأكد كل ده بشكل أفضل عشان تعتدل في كل أعمالك.